البابونج يعمل على تهدئة الأعصاب ويخلص من الأرق والتوتر والقلق، يقوي المناعة ويحمي الجسم من نزلات البرد والإنفلونزا والسعال، يهدي الغثيان واضطرابات المعدة ويعالج المغص وإسهالات الأطفال، يسكن الآلام ويقلل آلام الطمث والتقلصات المصاحبة للدورة. يستخدم للأطفال بكميات قليلة ويستخدم كغرغرة لعلاج التقرحات الفموية. أما مشروبا اغلي الماء، أضف أزهار البابونج، دع الخليط حتى يبرد، صفيه واشرب. بسم الله. الميرمية أو المريمية نسبة للسيدة مريم عشبة من عائلة النعناع، تساعد في علاج الزهايمر في مراحله الأولى وتقوي الذاكرة وتعالج الجروح وتنظفها وتعالج تقرحات الفم واللثة والتهابات الحلق وتساهم في خفض السكر وتقوي النظر وتساعد على تخفيف التعرق الليلي والأرق والصداع. ملء ملعقة من أوراق الميرمية في كوب من الماء المغلي، تنقع لربع ساعة، تصفى وتشرب كوبا في الصباح ومثله في المساء، وزيتها للتدليك يساعد على الاسترخاء.